السلام عليكم، معكم سعيدة مبروكي من شيشاوة أرملة. عندي بنية اللي عايشة معي وعندي جوج وليدات في خيرية. حالتي أرملة وما عنديش دابا الضحية، وحالتي المادية ما خداماش لأن وضعي الصحية ما كتسمحش لي أني نخدم واحد المدة اللي طويلة، داش رجلية ما كتسمحش لي نوقف عليها بزاف. وحالتي المادية دابا بالنسبة للعواشر ما عنديش، دابا ما عنديش العيد، ما عندي حتى حاجه. كيعرفوني الناس ديال شيشاوه كامل، ماشي بكبيرهم بصغيرهم، كاع الناس كتعرفني. كنخدم في قهاوي، ولكن دابا بالنسبه لرجليا ما كنستحملش واحد المده الوقف. كان من قبل، ولكن فاش وليت كنوقف على مده طويله عاد ولات كتعطيني صداع بزاف. وعندي حتى من الشوف خرجوا لي نظر دابا ب 400 درهم، مازال ما عنديش الامكانيات باش ناخذهم. بالنسبه للعيد ما عنديش، شافني الله. كنت كنخدم، كانوا كان الناس كيعطوني بالنسبه لهاد المرض. دابا ما الامكانيات ديال شيشاوه ناقصه شويه ماديا، وسميتو قلت الا كانت شي مساعده من برا ولا شي حاجه ما نكرهش. بطبيعه الحال على قبل ولادي ما ونبقات عليا انا ما عنديش اشكال، ولكن بالنسبه لهذيك البنيه انا كتشوف الناس مضحيين وهي لا، كتقول لك لا ماما علاش الناس ذابحين وانا لا، شنو هو علاش الناس ذابحين وانا ما عنديش ولا ما